قوموا 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 قوموا. طياره نزل، طياره نزل شباب، طياره. ها خطوط هاي انت تنقذنا، احنا ضايعين. من جاي لحد جاي يطلع دخان اسود من الماكينه. وسع وصلنا يا شباب. اهلا يا اهلا وسهلا. هلا والله نورتوا عليكم. كل اسود ايه. اليوم التخييم جاهزين؟ جاهزين. السلام عليكم شباب بناش، اخباركم؟ ان شاء الله بخير. وانتم تشاهدون فيديو اليوم، فيديو اليوم راح يكون تحدي البقاء على قيد الحياه في الصحراء. جاهزين؟ جاهزين. اليوم تحدي انفلاقي، جبنا خيمه في اي بي، وانتم تعرفون شنو قاعد اسولف. لا تنسون لايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات، خلينا نوصل 8 مليون. فما نطول عليكم، نقول بسم الله وراح نشرح لكم شرح مفصل. يلا انطلقنا. بقى السيارة هنا وننزل على المكان استكشاف. شباب دير بالكم من الحياة. وينهن وينهن؟ ما تخاف مودي؟ ما خاف. حي حي جوا جوا. ماكو حي. شوفوا لنا مكان نصب الخيمة بيه. مكان حلو. شو؟ روعة، هدوء، هواء. عندك هنا؟ لا مو قريبة هنا. لا اريد هناك في بالنص. شوف شوف نقدر هنا على اليابسة. على اليابسة هناك على الخضار وعلى ال على البحيرة. على البحيرة. وين البحيرة صايرة؟ بحيرة جافة. يلا مشونا. انا اقول هناك شوي لقدام. مشونا مشونا، خلنا نسوي استكشاف. استكشاف استكشف. رسول جاهز اليوم؟ جاهز. رسول احكي لنا شوية، جبنا بالسيارة فد اشياء بسيطة. فد خيمة جبنا، هم يشوفوها حيدر يعني ما نحرق المقطع عليهم من هسه. تمام. طبعا جبنا كل شيء، يعني اهم شيء جبناه. اليوم راح نعيش يوم كامل بين قوسين. ماشي ماشي. هسه نريد نختار لنا مكان ونخيم، بس شوي يعني نلقى مو عادله شباب للاسف. ناخذ هذا، نمنا هذا المكان، يعني هذا المكان عالي قلنا شوي انصر. اي أيوة والله هذا المكان افضل شيء. راح ناخذ هنا نصب خيمتنا. بس با حيدر المكان راح نصب فيه خيمه، خلينا نصفه من الحصول هاي. بالضبط. والله هسه تعال خلينا نحدد، خلينا نحدد. اريد فريقين، تعالوا. انا ومودي. انا ورسول. انت ورسول. فريق شنو انتم؟ فريق الصقور. الصقور. الاسود. الاسود؟ ايه. حلو. اليوم طير عليهم طير. منو راح ينظف المكان؟ منو راح ينزل ويا الاغراض؟ انا ينزل ويا الاغراض. احنا ننزل الاغراض، احنا رايحين. انتم؟ لا احنا، احنا اول شيء حكينا. احنا اول شيء. تعال 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 ارجع ارجع ارجع. البار موجود، البار، البار يقرر. تعالوا وياي. رتبوا لنا المكان وهسه راح نجيكم. بعد علينا تحديد الارض. حدد الارض. يلا. جيب الفيتة. لا ماكو فيتة. يلا حدد الارض. احنا رايحين ننزل المعدات للتخييم. شباب راح تصدمون من الاشياء اللي جايبها. وهاي العده مالتنا، هاي الخيمه شباب، هاي الابعاد مالتها 4 امتار. وراح تشوفون طوبات. يلا ابدوا نزلوا. يلا افرموا هسه الطوبات، هسه اذا اشمر عليهم طوبات حيلعبون. عافيه. ها خلي الطوبات هناك. هاي الارضيه انا اشمر الطوبات هناك اذا هذول يبون يلعبون بيها. طبعا شباب خل اشوفكم في الشغله. لو من ننزلها؟ لا من ننزلها، من ننزلها. يلا دقائق. طبعا الهواء كلش قوي. يا باي ثقيلة. يلا اكثر بيها مي هواي. ها عدلتوا مكان؟ عدلتوا. يلا روح. يلا شباب جو كلش قوي. طبعا هاي الاكل مو هسه نفس الاكل، اهم شيء الستاند. وهذا الستاند مال الحديقة جبته وياي. ولكن قاعد يسوون هسه قاعد يتعاركون متاكد اني. شباب حالة طالعة صارت عندنا، مؤمن داس عليها وفلشها. هسه ما نقدر ندوس بعد. هاي سويت مؤمن؟ خفيفة خفيفة. صدق تهجت الشاقة؟ هو واحد يغلق تليفونه وينصب الخيمة ويقعد. صح ذكرني. جيب موبايلك يا ابو حسين. تعال اعطيني موبايلك. مبارك يا حسين. ها اعطيني موبايلك. ممنوع استخدام التليفونات في الصحراء. احساني. شنو رايك؟ فكرة. الواحد شوية راحت بال، شوية خلي على الهواء الحر. حر عادي. طبعا أنا... درجة الحرارة 50. صبرتها لكم بالطريق شباب، راح اخليها على الشاشة. مستعدين؟ مستعدين. يلا ننصب الخيمة. يلا. وين المكان؟ اسمع هاي الهضبة. الهضبة. هاي الهضبة. الى هذه الهضبة. من جبل لجبل. حلو. ماشي. طبعا احنا لازم نسوي لنا مكناسي. حلو. لقينا هاي المكناسي. وجه اكنس. حلو مودي. شكرا لك. شكرا لك مودي. شكرا. بعد لا تعيدها. دست على لغم.
لغة. دير بالك لغة. يلا شباب مستعدين للخيمة؟ مستعدين. طبعا ما حد يعرفها بس أنا طلبتها من الانترنت. حمسوني يومين. يلا وصلتنا شباب. عندنا خيمة بسيطة رحنا للبر بيها بس دشمت فيه نهائيا. هاي اكبر شوي جايتها مبين بس هلا اشوفكم. انا بعد ما باوع والله. اصبر اصبر اصبر. ولي شباب هاي بعدنا ما مفتوحة. بس شوفوا لي الكواليتي. اسمع اهم شيء نظافة المكان شباب. صح. نفتحها. اللهم صل على محمد وآل محمد. ايش وقت توصل للخيمة؟ شباب ايش وقت توصل للخيمة؟ ما ادري. لاني احتفظوا لي بيهن. انا راح اقرا كرتون سكينة. هاي لا حرام ما تنقصها. لا تجي حاية. راح اقرا لكم. اقرا لكم. بلنجي ترجع منه. هو هو. جيب المترجم موجود شباب. هنا. افتحها ولك. ايدك ايدك ايدك. عشان قد افتحها شباب. ترى بعدنا ما وصلنا الخيمة تدرون بعد. هيا هيا اخر طبقة. لاني ضمون ضمون ضمون. يلا يلا. حلو شباب. مومن. معلوم. شباب هاي اول شيء عندنا العدة. حيدر وحدة 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 وحدة. خل نغير الزاوية شباب ونرجع لكم. شباب مطار قريب علينا جدا. الطيارة شوفوا نزل شباب قريبة جدا. شنو رايكم؟ والله شيء شعور يخبل. يلا عيني قسموا لي اياها. هاي فتحوا لي على كبرها. بس تعال شوف اللون. تعال تعال شوف شوف اللون. برتقالي الوان. يلا عيني افتحها افتحها. اي خليها بمكانها بمكانها. من اسحب اسحب لنا. حلو كبيره كبيره. فجي باكم للطير. لكن نازل اسحب اسحب اسحب. روحت يمك حسين اسحبها يمك. اسحب عليك. كبيرة. باب جدا كبيرة. هاي البوابة حيدة شوف. بس اريدكم تدوسون عليها كل واحد يوقف له. يلا مولي دوس. مشغول اسحبها. حلو. شباب شوفوا لي الشكل مالتها عملاق. طبعا جبناها عدلة. حلو هاي هنا الباب. فهسه خلي نبدا نشد. جيبوا لي ذي سجن طيرة شوي انت او مؤمن. هاي ايش خليته هنا؟ ها؟ هاي تصرف وحيدي تمام؟ الله الله شباب خلي ثبت الكاميرا افضل شيء. وهسه نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدي نشتغل. عندك هاي اطول شيء تصير بالنص يعني اكس تمام؟ طبعا شباب الخيمه جدا كبيره وهذه لها وايد تركيز. حسين مين لما تدخلها؟ مودي قاعد يثبت بالاطراف. شوف هسه انا مش هايل يمك. شوف شلون ثبتتها. روح 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 بعد هاي هسه بعد اعتقد تنكسر. حيدا لا ما تنكسر. ها آه يلا خليها بنخدم عندك. خليها خليها شكل غلط غلط. خليها هذا بقول لك. اي 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 لك فوق. شباب جدا يتعبون وانا طاق الجماعه اليوم. يلا انطيني المثلث اللي بعده. حطيته. خليها خليها هسه انا اجي اثبتها. تعبت ما تعبت. هاي لو ما انت ويانا كان كسرنا العادين يعني. ماشي هسه من جهه مؤمن. مودي مودي قابلني. مودي من هنا. انا انا جيت جيت مكاني زاوية. يلا روح من يمك من جوا. عادي عادي عادي. رجع رجع شويه. دقائق اصبر. روح الله اسحب 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 اسحب. مودي مودي ما تثبت. مودي مش قاعد الخيمة تبدي تثبتي بالقاع. مو هسه تثبت. بالعكس انت مكملها. بالعكس. شنو بالعكس مثلا؟ بعد بعد منان حيدر بعد غلطان انت ولا؟ هاي انا بعد. ايه يعني تثبت هاي اول شيء هي بعدك الجدران ما قاعده. لا تثبت القاعيه انا تستقر عندك. والله
بطل حلوه الجدران اهم شيء جدران ايه الجدران عندك اكثر من نوعيه تعال مو تقابلني بس الزم هذا النوع هي فيها هواي انواع بس الانواع هاي ما اعرف شلون اثبتها والله حلو عندنا هاي تلبس القطع هاي تختلف هاي متشكل ها مال بيها فريقين اي بيها غرفه وصاله اليوم سوينا العاب تحديات لازم عندك بعد حبل اصبع عندك حبل اسحبي شويه هاي ثبتتها تقريبا لا مو تحمل الارضيه طبعا شباب صعوبه مو طبيعيه بالشد اي والله بسبب شنو هو بسبب الرياح ففتحت الخيمه تعبنا كلش يعني ما يفيد هم تطير بس احسن شاد حيدر من ناشي مش عليه شوفه مش عارف ابو شنو هي هاي ثبتت شباب اريدك بعد بالنص تصير واحده تقريبا كملنا او اللي هاي تلتت من يمي تلتت هاي سويت اوف اوف احنا تدري شنو فاتتنا من نجيب شاكوش شاكوش ما جبنا شباب اي والله هاي تلتت ثبتها من هنا اللقطات الاخيره شباب تعال ها مسافه عاليه وخم ودوخم هاي عالية عالية جدا عالية صارت شباب ما راح ننتقد عدل سبب شنو؟ سبب مودي واختيار المكان على الخطأ انا اختارت المكان خطأ هذا احسن شيء احنا بيه تعال عزيزي المصور بس هاي الاخيرة وهاي مش جدا غلط تعال زين تعال حسين هاي 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 تمام اعطيني قلت لكم لا تشدون كم مره ما نسمع كلام عشان اطب الجو فد مره مو خلص سالفه شباب لازم تجيبون شاكوش مره ثانيه اي والله ماشي فهذا هو حتى ما قاعده تعدله امرنا لله ف هسه شوف ايش عندنا ما عندنا بعد تدري ايش عندنا؟ ايش عندنا بعد؟ شوف هاي احنا سوينا قعدناها هنا طبوا بالخير نخليها مكان نجيبها بالقاع وبالخير تثبت لا حتى من فوق تقدر تسحبها اي نقدر وكان تكمل الحمد لله وشكر شباب بس راح نصب الميز لك اسحب 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 طبعا شباب راح نغير مكانها لان عوجه يلا كيف كيف لا ثبت 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 تعال واحد يمي واحد يمي واحد يمي شباب شيل حالنا واحد يمي يلا روح هذا هو رايح مو تثبت من فوق قاعدين هاي لا غلط 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 قاعد هاي هاي خليها من حديده ما عليك هيجي هذا تعزه عدالة منها ثابته ما اشبيه وكان تثبت فاش راح ارتبها الجماعة تعبوا مو شنو رأيك؟ اي والله حتى تعبنا بالخيمة بس النتيجة تخبل طلعت ان شاء الله شلونكم شباب؟ الحمد لله التعب يستحق يستحق اي التعب ايش يستحق التعب؟ يستحق لايك يستحق لايك اي والله واشتراك لازم نوصل 8 مليون والله تعبنا شوية قدر تعبنا اي والله انا راح انزع وندخل يلا تعال طب جوا طبعا شباب هاي الصالة عندكم هنا احنا المطبخ انا مودين لا لا هاي صالة هاي غرفة مال النوم هنا تعال مؤمن شد الغرفة مال النوم شدها علي هاي من ناشتها اسحبها شباب هاي عندها غرفة مال النوم هنا مثل ما تشوفون غرفة مال النوم هم هناك افتح حيدر قوم حيدر انا خلي معاذ خليني هنا ليش تقعد من النوم قوم قوم هنكمل هاي هنا فد شي غرفة مال النوم بس وحدي انا قاعد امنتج قاعد افكر افكار راس بصل من يمك احنا جوارينك راس بصل اكو واحد يصير طب راس بصل يعني اردنا امين مطبدوني اخوي ها مودي شنو شنو وينه
بقى لي هذا المكان كلكم. يعني احنا جيت خمسة، شلون نرتبها؟ خمسة؟ لو أربعتكم هناك وهاي إلي. لا والله. لا لا لا. احنا الثلاثة هنا ومودي وشين هنا. وين؟ هناك في المطبخ. تعرفوا جوا؟ هنا وإحنا هنا. لك وقع حذاتك. حذاتك. حذاتك طلعها. شباب الأجواء جدا جميلة. لك تدري إيش ناقصها؟ ناقصها بحر قدامك، مي، حتى لو شط، أما حتى لو نهر هيك. حتى لو هاي أي شيء يعني. حتى لو مسبح. يعني. بعد مناظر خلابة. خلينا نرتاح شوي شباب. بنرجع لكم لأن صدقونا متنا. إي والله. تعبنا. هذا حالنا. الحرارة 50. هذا حالنا. ولابسين أسود. لابسين أسود. يعني شمس. يقول لك تعال لعبتي. تدري جايبين مسبحكم وناصبين انا على مود قدامنا عود بحر. ما يمينا. يلا يلا نجيب المي من الجوارين. من البطاله. اه مودي. اهلا اهلا. شو هالاجواء عندك؟ والله الاجواء تقبل، انا شغلوني على الباب بس هنا طير. شنو هاي؟ بعطوك الكاميرا. شو نسوي هسه؟ هذا الباب شباب. ايه طبعا هسه حيدر الطباخ راح يطبخ لنا. ما اطبخ لكم انا. اه جوعان. عين حيدر سيو. باي باي. مع السلامة. باي باي. اخذوني اخذوني. انت ابقي يم مودي ابقي يم اخويا. ابقي يم اخويا. شنو ابقي يم اخويا؟ حيدر اثرت عليك الخيمة. وهسه افتح الميز. شو هذا شفتوه بالحديقة؟ ميز وهو كراسي. فتشي. هاي ايش راح نفتحه؟ تمام؟ الوقفة هيجي. تمام؟ نفتح منه انا هم. شباب هذا يفيدكم. شباب هذا جدا يفيدكم. ما ياخذ مساحه. ما ياخذ مساحه وخفيف وعين انضربت. تمام؟ شو نسوي هسه؟ اويلي. الله. تعال حسين جابوني. بسرعه. لك بسرعه. يلا. هنا انا. خلي هنا شو تشوف مكان عدل او كل زين. هذا مكان عوفه. هذا احسن مكان والله. لكن سحبه انت وين رحت يمهم؟ هاي طياره شباب كل شو على طياره فوته من يمنا. اي والله تعالوا خذوها لبنانيه. هاي لبنانيه شباب هسه قاعد اصور. شوفوا هاي الطياره. راح اسوي النداء لل وين الطياره؟ وين تبين عندكم؟ دقهارن دقهارن. تعبت. يلا عيني خلينا نكمل شغل. يلا يا بطل قابلني. هاي خلوها هناك. بطول بطول خلوها شيء كنا ما طريق على الخيمة. اها ها. حتى واحد يقدر. مو انزح ذاتك. انزح ترى ليس الدنيا تليص. اضغط اضغط راسك مودي. طبعا اللي يريد يسوي مساجد بلاش يقعد هنا. اخ الله عين. شباب منو جاع؟ والله كنا طشتوا له؟ لا عطشنا بس ربنا بطل يكفي. بغاكو بطل واحد؟ شابنا بطل واحد. ها والله كل من بطل يعني. انا بطلين. حيدر طبعا هذا بطل. هذا راديتر مو معدي. راديتر هذا. حيدر شو مجهز؟ نقص مي. مجهز لكم هواي اكل راح تنصدمون بي. كفايه قعدت عدل. ايه طبعا مو من ميزانيه. ايه ثبتها. تواصلوا وياه وكل شيء. بس عدلوها. الله يساعدك. الله يساعدك. شنو ترتيبك؟ والله انا هنا قاعد عم اثبت الخيمه مرتاح وما يشتغلون. ها والله لا 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 ليش خلي هنا أنا شباب؟ لا بالعكس حلوه. تدرون شباب انا والله كل شيء ما اعرف. هو جايب ما جايب قال لي تعال. جيت و هاي ما نعرف. وتورطت هنا جيت. لا لا تعالوا عازمكم. شو عازمكم؟ وعلى اسف. قال تعال عازمكم. عايز اشتغل احنا نشتغل وياك. شو تتوقع جايب اكل؟ والله ما اعتقد بيز دجاج. دجاج هو دائما دجاج. رايح للصيف؟ لا شاف اكيد دجاج. انا اقول دجاج. وين شوي عطني انت ايش قلت؟ سمك. سمك انت؟ انا يعني نمنميات حلويات وهالسوالف. اكل اكل جايب اكل يعني برجر وهالسوالف. حلو مودي. انا اقول معلبات. معلبات انت تموت على المعلبات. انت غير انا المره نحطك بعلبه ونقول لك مودي والله. يلا شباب خل افتح لكم هاي واقول لكم ايش بيها ما بيها. شباب الثلج كله ماء طبعا. هاي هنا ميات عصاير بس راح اشرب بس كلش بارد. ما عمل ورا الحر عمي الله يساعد الناس تشتغل.
وين ما تشوف طاقة؟ اشوف طاقة هسه الله يسرع عندي طاقة. فهسه راح نصب كل شيء وننزل الاشياء اللي بقت بالسيارة. عشو يا الله عشو يا الله يا الله. طبعا هسه وقت الاكل. طبعا هنا ايش عندنا؟ عندنا كيس فيه قداري. اوه تعال شوف الجبت. لا تهمني. دير بالك من الخيمه لا تطير. اوف 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 بس اوف اوف. اريد اشوف. واحد واحد. هذا القدر الاول. تعال قرب لي هنا مصورنا. شنو هو؟ لا مصورنا. محمد وال محمد. شو اسمه هذا؟ والله ما اعرف مرقد شنو. نسيته. تمام. اهم شيء حافظ على النظافه. الزمها الزمها بيدك. ابو المثل شو يقول؟ اجعل مكان انظف ما كان. الف الله الله. قرب هنا تمن. والله هنا تمن. حلو. جبت لكم تمر. اوه البصره نورتونا. حيدر والله خلنا ذوق. بشر والله رهيب. استودت كنا نعشم. لا هذا تمر عادي. شو اسمه التمر ينزرع. شنو هاي مودي؟ ما ادري. انا اتوقع دولمة. ما ادري. انت شو تقول؟ انا اتهم دولمة. من ريحتها دولمة. لا مو دولمة انا اعرفها. تحت. لا والله مو دولمة. شباب هذا سمك. هذا سمك. سمك. انا قريت سمك. ليه تكلم انت قريت دولمة؟ لا هاي هنا دولمة. يلا. هذا شنو؟ وقف وقف وقف. اتوقعوا شنو؟ وقف. خليه يفتحها. توقع. يلا بسرعة خلصني. هذا تمن فوق دجاج. وانت؟ انا اقول دولمة. انا دول معلبات. معلبات معلبات. هاك هذا بس المود يدني اثنين. انا احب النقانق هاي. تمام. هذا مو هذا. هذا لحم. لحم ترى لحم. هذا شباب ايدك. لا انت بهاي العلاقه لمدني بيهم بدون تعلوم. هنا انا نانا من مياه. انت العلاقه انت العلاقه انت حسه. انا فلوسي. هاي هاي كيكه. هذا هاي مدليكم. والله هاي جابها هنا هاي. والله النبي يعني هم صرفيات هم توصلون 8 مليون. وهاي خطيئة. جيب جيب خليها وديها بفندق. شوف من ورا الحرارة. شوف من ورا الحرارة. وديها بفندق. خليها بفندق. خليها شنو وقف بقول لك وقف. طلعوها طلعوها خلينا نسوي لنا وهي اجواء. يلا اهم شيء حافظوا حافظوا على النظافة. فندق فندق. يلا هاي وصلتها. خليها خليها هنا احصرها. اوكي هذا صمون. تمام المهم جيب الحافظة. هاي الحافظة شباب اشتريتها. بيها باكج يخبل هسه راح اشرح لكم عليه. فتحوها من هنا تمام. من فتحتوها بيها كلاصات. بيها تقريبا 6 كلاصات وبيها ملاعق وشوكه وسكاكين. هاي تحط بيها ملح ملح شكر لمندوزي ثواني. وبيها معين. زين كم معون؟ سلام عليكم. هلا حبيبي. وعليكم السلام ورحمه الله. هلا حبيبي. لا 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 ممكن. طبعا شوف هاي مواعين. تمام هسه كل واحد يخلي معه هنا مو يعوف ذني. هاي مثل الجدريه هنا انا قسم العشاء. خلي هنا واحد. خلي هنا واحد. حبيت دول ما كبسه شيء. هذا لي فجأة هاي مو الحلويات. ايش طلعت لها هسه الحلويات؟ شوي سوي لنا اجواء يا اخي. انتم ما سويتوا لك. مو هسه مو هسه الحلويات. رجع الحلويات. هذا معونك عامر. خلي هنا خلي هنا. يلا وقع معوني. شنو شنو هو؟ ملح. عمي فول. اللي معونك بيدك ما حد يفيدك. الله مو من جوعان. فول قال شو مومن. لا طلع لكم الشوكات والمعالق. وين الشوكات والمعالق؟ هاي 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 معلقه. معلقه معلقه هاي بعيده بيتهم. قاشوقه هاي بوينت بوينت. يلا شباب خلينا نصب الكاميرا ونبدي نوزع. ناكل ونسوي فعاليات. تعالوا نصب الكاميرا تعالوا ويانا. يلا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الزم هاك حبيبي. هاك شوفي. ازم 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 هاي حسين. هاك حجة حسين. اول شيء نخلينا هاك حجة مودي. هاك حجة ولي اجنحة. اول شيء شباب منو بعد ما اخذ؟ طبعا هاي المرقة راح تدعو لي بيها. خلي الشطل هنا. انا شاكل بيه الشطل. من تقول لي؟ صوصج خاشوق. هاي يم رسول مو يمي. شباب يا ناكل اكل حيدر ونقيمه من 10. حيدر تقلع عني. انت طابخه؟ انا طابخه. ايه طابخه بس ما اعرف اسم المرقة. استمر. مرقت اجنحه. هاي مرقت رقب واجنحه. حيدر المعلو هذا خلصت. شوف ها خلصت هاي. ها مرقت بوتيته. يا بوتيته هاي مشكل مال لبلبي ومال هاي جوكر. حمص حمص نفس ما قال استاذ حيدر. يلا لا 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 عادي بوقا من يمنا الفكره. هاي خاصه بس بحيدر. طيبه عيني الباقي نخلي بيتمه. تمام
هسه نخلي التمن. انت ليش هيجي؟ كل واحد نص تمن. اه والله بعد تمن شلونه؟ هلا حبيبي. هلا حبيبي. هلا وعاني. هاي طبعا شباب قاعدتي واحد عراق. شباب الرشول ما كفى المكان فاضطرينا نقعد. طاير بالجو. مو من هنا ابي قنفه منه ابي. ثلاثة مومن. ها تمني لي حيدر هذا معوني دير بالك. لا هذا دير بالك تبوقي. تدري ورا لك الماشين والنوم هنا. يلا يلا خليك تنام وتفتح الآية وتلقى قدامك ضبع. مو ما تبي يحتاج انا معوني زيادة. ها وانا وانا شنو نسيتوني؟ مو من تاخذ الجدر والبي. زين هسه انا شلون اكل الجدر؟ حلو. مشروبك الطاقه تريده؟ لا 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 اريد تفاح. انا بيبسي. اقبل يا لا تشرب ماي لا تشرب ماي. هاي شو بعد؟ مليت. اريد الميراندا. الميراندا ولك واحد من التمه. اه علي ماي ماي. اكثر 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 بس الحال هذا. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول لقمه. اول لقمه مو يقيم. انا حب هاي ما راح اكل منها ما تقيمون. واحد. ولاي! شلون الاكل؟ والله طيبه. طيب؟ حلو ما منزل يوقع. والله طيبه. لا احد يوقع. والله على الحال انا اول واحد على ما ايش فيك؟ فلتك فلتك تحس هيك التشريب احمر بالضبط تبسي ما يعني هيك شيء الله رهيبه فوزي فوزي لا حد يوقع رجاء مؤمن عجلك حلو طيبه؟ ايه هذا السمك وجيبوا لي هذا انا هذا صديقي شوف 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 انه حرق حرق الف عافيه اقصى جاي طياره شباب طيارات شوف 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 هاي طياره شباب هاي طياره نزلت نزلت قوموا 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 طياره نزلت طياره نزلت شباب طياره ها خطوط هاي تنقذنا احنا ضايعين من جاي لاحد جاي يطلع دخان اسود من الماكينه ايه راح توقع هاي قايمه ما بعد جفت بلد الماكينه حلو من راح يصلح حتى حيدر من يصلحه هو جو علي شباب الاجواء خرافيه الخيمه وقاعد ياكلون وهاي طياره نزلت هنا شباب شباب ايش الطياره هذه ايش الطياره معقولها هناك حاطه ورا شجره اي دار راح نخلص الاكل ها والله لازم نسوي سفره لازم لازم ان شاء الله نسوي لكم سفره عم ليش سفره هذا المكان الحين موجود بسم الله لا بدك لا تتغدون غدانا هنا انا مو احسن اي والله احلى غدا شباب طبعا اليوم كل شيء لون اصفر الا ملابسنا احنا مطقمين سود اي انت رايح للصحراء ايش تلبس ابيض هذا السمك ما حد ما ياكل سمك شباب مكانكم خالي والله العظيم ترى السمك كلش طيب شباب سمك تقلاه هذا هذا ما بيعظم هواي الله حتى ما تعبكم وخليكم تغصون واحنا بالصحراء انا تخيل انت تغص بالصحراء اشرب مي شو بعد مو سوي لك عمليه نانا نا هاي تبترها قص 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 ها مومن ها بعد شو شو الاكل ما عاجبه لا والله عاجب ايدك لا ليش ما حصاب المومن لا 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 ما حصار المؤمن لا ليش مؤمن غير قل لنا قطيع الولد طبعا عندنا بعد جولات ورا الاكل شنو لنا جولات راح تجيبكم فهسه راح نكمل اكل تمام ونرجع لكم هل انتم جاهزين جاهزين الاكل عجبكم اي والله في شيء برايكم شنو لازم كان موجود من الاكل لبن لبن قول لبن وبصل وخضروات هالشيء الوضع شو تقولون هذا الجزء الاول مؤمن ختمه لكم كسر لي الميز وشوفوا شنو صار بالاكل طبعا انا ما اكلت شيء قليل ومودي عصت رجله بالميز لان انكسر برجله والاكل كله طشر بالقاع هنا مؤمن ظل يمثل علينا على اساس ضايج رسول فرحان ما ادري ليش بك رسول ليش فرحان هنا حسين يدور على الخاشوقه ولقمته ما وقعت ظلت مكلبه بالخاشوقه ما ادري شنو السالفه هاي شنو مؤمن لك ايش مسوي معوض ضحكت قدام المتابعين والله مو وقتها دقعد راحه فوق ما كسرت الميز المهم شباب راحت فلوسي منو راح يشتري لي الميز من عندكم نشوفكم بالجزء الثاني لان ما حبيت اطوله ترقبوا الجزء الثاني هاليومين راح تنزل اشياء بي كلش حلوه سوينا اشياء كلش راح تعجبكم ان شاء الله لا تنسون اللايك والاشتراك وخلينا نوصل 8 مليون شباب ترى تاخرنا وبيس هاي شنو شو طفى الكاميرا